اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره الاخيره في حلقه اليوم، واحد من نجوم التحليل في عالم التحكيم، نجوم التحليل في عالم التحكيم، كابتن سمير عثمان. ازيك كابتن سمير؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. غبت عننا شهرين ثلاثه بس يعني رجعت لقواعدك سالما. ده شرف ليا كابتن اسلام. ربنا يخليك، ودايما هتفضل معانا ودايما بارائك المحايده اللي بتتكلم بيها بمنتهى المصداقيه وبمنتهى الشفافية الحقيقة، بعيدا عن أي شيء آخر. الحمد لله. إيه رأيك في حكم النهاردة أو طاقم التحكيم النهاردة؟ والله عشان الناس متضايقة جدا على الرغم إن الأهلي فاز وعمل مباراة جيدة، ولكن كان من الممكن أن تكون هناك من وجهة نظري نتيجة أكبر من كده شوية كده. بص، النهاردة كلنا اتفرجنا على المباراة، طبعا في حالات النهاردة تحكيمية كتيرة سواء من الحكم مباراة أو الطاقم اللي معاه. طبعا أنت عارف حضرتك الأدوار الأولانية دي لغاية الدور 32 اللي بيبقى الكاف، لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي بتختار بعض الحكام اللي تقدر تشوفهم عشان يكملوا بيهم. انما الحكم بتاع النهارده طبعا هو من بوتسوانا، نقول اسمائهم بسرعه. حكم ساحه جوجو بوتشو من بوتسوانا، ومعاه ميشاك مودا وموجو موتسي بوتسوانا، والحكم الرابع تشيبوزينو، ومعهم مراقب المباراه سولوماني ابيدي من اثيوبيا. طبعا هم طاقم حكام يا كابتن اسلام متوسط المستوى تماما. تمام، انا جايب اللقطه دي مهمه جدا ان نشوفها. حتى بص يا كابتن في البدايه هم ايه، تحس انهم ايه في قلق بالرغم من المباراه. يعني ده ماتش المفروض يعني مفيش اسهل من كده. بالظبط كده، وجاي تلعب في برج العرب وفي استاد القاهره والنادي الاهلي، او سوري، في مع اسم النادي الاهلي والنادي الاهلي، والمباراه اللي هناك 2-0، يعني مفيش اسهل من كده. فعلا مفيش اسهل من كده. بص، تحس انه قلقان، يعني لسه السماعات مش متظبطه، انا مش عارف هو بيكلم مين هنا لسه، لان انت عارف هنا طبعا مفيش تقنيه الفي ار، يعني مفيش تركيز اصلا في بدايه المباراه مع الناس اللي معاه، فتلاقيه بص على السماعه كذا مره، ابتدى حته يبص على التيشيرت والشورت ويشوف السفاره معاه ولا لا. كل الحاجات دي طبعا مهمه جدا، بس انت خلاص الحكم بينبان من بدايه اللقاء من الثقه، او حته ان بيبص على السماعه دي برده كلها حاجات يعني ايه تدل ان مفيش تركيز في بدايه المباراه. حتى السلام، يعني بص هنا، دي الحاجات دي المفروض تتعمل في اوضه اللبس. تمام. أيه. بص الباب اللي محطوط في الكتف الشمال المفروض ده يكون معدول من الاول. خلي بالك، يمكن الناس اللي بتسمعني شايفين الحاجات دي بسيطه، الحاجات دي مهمه جدا جدا. طبعا زي اللعيب اول ما بينزل لابس كويس الاول، حاطط التيشيرت جوه الشورت، احنا كنا بناكل الشورت قبل ما ننزل. بالظبط بالظبط، برافو عليك، وبشكل كويس شورت وتيشيرت. يعني بص هنا، ده كله ده طبعا قله التركيز، واللي جنبه حاطه ايه مش عارف يسمع. حتى بص هنا مثلا في التسليم، الراجل اللي على الشمال مد ايده، الراجل ما راحلوش. طبعا دي حاجات بسيطه، بس كواحد حكم بيبص، لا الناس دي مش بس كانوا بص هنا كانوا هيسلموا على بعض هما الاثنين. طبعا هي حاجات بسيطه، هي مش طبعا ايه مش داخله في الحاجه الفنيه. والثالث ما كانش عايز يسلم، باين عليه ده كان هيسلموا على بعض، الحكم هيسلم على المساعد. بص طبعا هي حاجات دي مش فنيه، بس انا حبيت اجيبها في بدايه تحليلنا عشان المستوى بيبان من اول لقطه. انت وانت بتشوف الحكم، يعني بص هنا كانوا ايه، بص في اللقطه دي لو سمير رجع بص شغلها تاني يا سمير، زعق له او حاجه. بص هنا كانوا هيسلموا على بعض هما الاثنين. والله بص تحس انه قفش منه. والله يعني هاتها كده سمير، يعني هو المفروض يسلم على اللعيب. سمير هاتها كده تاني، هو بيسلم. بص هو مش لاقي يسلم على مين، ده راح يسلم عليه، كانوا يسلموا على بعض. قفش منه، تحس بص قفش منه. لا هو النهارده يوم غريب مع التحكيم. والله مش عايزين نكون قاسيين عليهم، بس هنتكلم النهارده. الحكم بصراحه، الحكم ده عشان بس نقوله انه عنده 41 سنه، دولي من سنه 2006، ظهر على مستوى قاره افريقيا يا كابتن اسلام في حوالي 51 مباراه. أيوه. الغريب انه لعب السنه دي مباراتين كبار جدا في بطوله افريقيا، والمباريات مشوا معاه من غير مشاكل. لو نفتكر كانت مباراه الكاميرون ونيجيريا، والمباراه الثانيه كانت بين مالي وتونس، دي في بطوله افريقيا. طبعا الحاجات دي، طبعا دي قبل المباراه، طبعا الحاجات المساعد الحكم والحكم الرابع دي مهمه جدا، بيتاكد على الايكويبمنت ومعدات اللاعبين بالكامل، ودي مهمه جدا، دي لقطه طبعا ايجابيه. وهنا بص هنا عمرو بيوري له، عمر بيوري له، دي نقطه مهمه جدا، لازم الشورت يبقى بالظبط زي لون الستريتش. ما ينفعش الاثنين مختلفين، لازم الاثنين يبقوا ايه لون واحد. تمام. دي الحاجات طبعا بيطمن عليها قبل المباراه، وده شيء جيد جدا طبعا، لازم يبص عليها طبعا، رائعه. انما نرجع بقى لمستوى الحكم. طيب. جوشو بونجو، الراجل ده لعب في افريقيا حوالي 49 مباراه في افريقيا. تمام. لعب في معظم البطولات اللي في افريقيا، سواء ناشئين، تصفيات، لعب تصفيات كاس عالم لافريقيا 9 مرات، وده شيء عالي جدا. تخيل بقى يا كابتن اسلام، انا عاوز اسالك، راجل من سنه 2006 بيلعب في ماتشات افريقيا،
بس هندي بعض المؤشرات. تفتكر في حياته دي كلها ادى كام ركله جزاء؟ من سنه كام قلت لي؟ من سنه 2006 لغايه 2019 13 سنه. في الماتشات يعني الدوليه لو كل سنه بيعمل ماتشين في كل ماتش يحسب له واحده مثلا. واحده وفي كام سنه بقى كده؟ واحده في يعني 13 واحده مثلا. 13 واحده، تخيل بقى هو عمل رقم قياسي بصراحه. على اساس النهارده وانا بتفرج على الكوره بتاعت الشحات تاكدت في حياته كلها حسب 3 ركلات جزاء. في حياته كلها في حياته حكم؟ في افريقيا في مباراه افريقيا ليه حسب 3 ضربات جزاء تمام؟ ممكن تكون الماتشات بتاعته سهله بس باللي احنا اتفرجنا عليه النهارده عرفت ليه النتيجه شوية. ليه انهم 3 ضربات جزاء في 14 سنه او 15 سنه؟ قليله جدا، الا لو ماتشاته كلها بقى ملايكه اللي بيلعبوا. طب تفتكر بقى كام حاله طرد يا كابتن في المده دي؟ مش عارف يعني اعتقد كتير يا كابتن. حاله واحده في 13 سنه. وانا بصراحه عاوز ادور اشوف ايه الحاله دي يعني جت ازاي يعني. بالظبط، وده حوالي 125 انذار في حياته كلها. المهم ماشي. نرجع لاداء التحكيمي النهارده. هو طبعا انا بصراحه يعني انا النهارده ما اقتنعتش بادائه التحكيمي بالرغم من المباراه من بدايتها سهله واثناء المباراه سهله لغايه ما خلصت. يعني الراجل ما جاتلوش حاجات صعبه. هي اول صعوبه او اول اختبار جاله زي ما احنا عارفين يا كابتن اسلام ان الحكم انت بتشوف اختباره فين تقدر تحكم عليه؟ 18. منطقه الجزاء. اول اختبار جاله ما حسبهاش. اتفرجنا عليها كتير مش لاقي لها يعني مبرر ليه ما اتحسبتش يعني تمام. هو عدى من هنا. بص اللعيب الباك بتاع الفرقه الثانيه بصراحه هو عمل كل حاجه بس الحاجه اللي ما عملهاش انه ما لعبش الكوره. يعني هو خد الشحات طبعا، خده تاكلين جامد جدا على الجسم. والدليل على كابتن انا بقوله يا كابتن اسلام هتلاقي الكوره واقفه. انت عارف يعني ايه معناه الكره واقفه؟ يعني الراجل بتاع فريق كانو سبورت كان هيبقى عنده مشكله كبيره، كان ممكن حاجه تحصل له في ركبته اعتقد. بص مع الانكل كابتن واقف اهو بالظبط، خدها بايده. وبعدين أيوة. شال حسين يعني بص خدها بايده اهو بايده الشمال. لا انا خلينا بقى سيبك من الشمال، احنا عاوزين رجله. انت عارف مين وقف الكره دي يا كابتن اسلام؟ مين؟ الشحات برضه. الشحات هو اللي وقف الكوره. ده ما جابش الكوره، يعني هو عمل كل حاجه الباك بتاع فريق كانو سبورت بس ما لمس الكوره. طبعا صعبه جدا، وفي اعاده كمان ورا صعبه جدا برغم ان الحكم قريب. حكم قريب جدا يا سمير، لو ترجع هتلاقي فعلا الحكم قريب جدا وشايف، بس هو ما عندوش القابليه ولا الثقه في نفسه ان يحسب ركله جزاء، وخاصه لما تكون في بدايه المباراه. طبعا دي ركله جزاء مش محتاجه اي خبير تحكيمي او اي حكم ناشئ يحللها بصراحه. ان هي ركله جزاء واضحه جدا، يعني طبعا ركله جزاء ولازم انذار طبعا بسبب التهور. تمام، دي اول حاجه اكدت لنا المستوى اللي احنا هنتفرج عليه بقيه المباراه. اللي دي اكدت لنا ليه الثلاث ضربات جزاء اتحسبوا في خلال 15 سنه. بعد كده بقى كان الدور الكبير بقى يا كابتن. لا دي طبعا دي ما فيهاش حاجه، دي فعلا ما فيهاش حاجه، دي مش ضربه جزاء دي. بس دي كورنر. دي كورنر هو حسبها ضربه مرمى. ما هي دي غريبه برضو، ما انت في كوره زي دي لو هتحسبها ضربه مرمى تبقى لازم تبقى ركله جزاء عشان اخر واحد لعبها المهاجم. المهم بعد كده نيجي بقى ابطال. هو ما عندوش بقى حاجات تانية كتيره غير بعض الحاجات اللي هي التهور ممكن بيبقى فيها انذار بيحسب عليه فاولات بس. بعد كده بطل الشوط الاولاني مساعد الحكم رقم واحد ميشيك مودا. دي حسبها اوف سايد، تخيل. ما طبعا هي غريبه، دي اول حاله. تخيل لما بيبقى مساعد حكم في مباراه 45 دقيقه الشوط الاولاني عنده اربع حالات، والاربع حالات غلط، والاربعه غلط. ما بتبقى صعبه قوي بصراحه. ليه بقى؟ بص يا كابتن، هو اصلا ايه واقف غلط. لو بصينا على الالوان بتاعه الملعب، انتوا عارفين الالوان بتاعه الملعب دي بتبقى بنسبه كبيره بتبقى حوالي 6 يارده. ونعرفها ازاي؟ هنلاقي خط منطقه ال 18 فيها ثلاث الوان، 6 في 3 في 18. فهتلاقي معظم الملاعب المصريه معموله بالالوان دي. بص الالوان مختلفه ازاي؟ الغامقه والفاتحه بالظبط كده. لو شفنا على الكاميرا اللي كانت ورا المساعد، طبعا الحكم مساعد ميشاك مودا واقف غلط تماما. الراجل بص الباك ليفت جاي من بعيد خالص وجاي مغطي فيه اربعه مغطيين عليه. طبعا هو واقف مع مهاجم الاهلي المتقدم اللي ما جاتلوش الكوره. وطبعا مساعد الحكم لازم يقف مع اخر تاني مدافع هو المدافع طبعا اللي هو مش اي حارس المرمى. وطبعا دي كانت اول خطا عرفنا على طول دلوقتي المستوى. مستوى خلاص باين، سكور سهله مش صعبه. والمستوى على فكره الحكم ده برده في ميزه، محافظ جدا على المستوى، يعني ولا بيطلع ولا بينزل، هو المستوى واحد يعني. بص هنا طبعا بيرفع الرايه، اما نيجي نبص عليها تاني برده من الزاويه بتاعه المساعد نقدر نشوفها مع بعض. بص هو بيبتسم ليه طبعا. طب هنا ما فوق، بص يا كابتن هتلاقي، بص رجل المدافع الشمال مغطيه
الغريب بقى بص راس المساعد الحكم برضو وقف غلط. هو متقدم. طالما مساعد الحكم يا كابتن اسلام وقف خطوه مسابق او متاخر خلص. يبقى بيشوف لعبه تانية خالص، بيشوف المتسلل مش متسلل والعكس. فطبعا هو بيشوف اللقطه الثانيه رفع الرايه، دي تاني لقطه في وقت قليل جدا في اول تلت ساعه كده اتنين. لا دي كمان برضو جامده جدا دي صح، اصل الحاجات دي واضحه في الملعب خلي بالك. يعني انا ما اعرفش يمكن عشان الواحد شافها كتير كلاعب يعني شفتها، فانا شايف ان هي مش اوفسايد واضحه يعني، الاوفسايد بتبان طبعا. يعني دي بص يا كابتن دي صح، بص هو واقف فين، بص يا كابتن اسلام هو واقف فين؟ مع صح مع الواقف الشيخ ده غلط، لازم يقف مع المدافع. مع المدافع مش يعني مع المدافع ده واقف مع ناس ده حتى الشيخ سابه. هو طبعا هنا لازم يشوف تسلل خلاص. هي طبعا خلاص الكره طلعت، هو المفروض بقى يا كابتن يقف على الخط الفاتح اللي هو على الشمال. يعني صح، يعني انت المفروض 4 ياردة مثلا او 3 ياردة، المفروض تبقى 3 ياردة مثلا كده، انما 5 6 ياردة صعبة قوي، صعبة قوي وبعيد. ده هو واقف حتى مش عاوز يعدل من مكانه. طبعا صعبة قوي كرة زي دي بصراحة يعني، والله يكون في عون. برضه خلي بالك الأجهزة الفنية اللي بره علاوة عن اللعيبة، يعني انت عارف اللعيبه دي المهاجمين، المهاجم الشاطر مثلا انا افتكر حسام حسن يا كابتن كان بيبقى عينيه على مساعد الحكم الماتش كله طبعا، يبقى واقف في موقف تسلل موقف ودي طبعا دي الرابعه بص الرابعه دي بقى برضه هو واقف فين المساعد؟ المساعد واقف لوحده عند الاعلانات. والله مفيش حد قصاده خالص يعني. لا اصل كمان حتى لو واقف عند الاعلانات انا اشوف دي اشوفها مثلا صعبه قوي يا كابتن، دي صعبه قوي بصراحه. الغريب دول ممكن تلاقيهم في ماتشات ثانيه، الغريب دي ممكن تلاقيهم في ماتشات ثانيه يعني. يعني بص خلاص الكره طلعت هنا يا كابتن اسلام، هتلاقي الليفت باك بتاع النادي الاهلي اللي هناك لسه ما طلعش، لسه ما خدش السبرنت، بس مساعد الحكم برضو هو التارجت بتاعنا وقف حته غلط خالص يعني. فطبعا دي حالات كتيره طبعا كانت في الشوط الاولاني بالنسبه لمساعد الحكم. طبعا لا دي طبعا دي ما فيهاش حاجه اللي بتاعت احمد الشيخ، احمد الشيخ لا طبعا عشان برضو نقول ايه يعني احنا بننقضه بما هو مش مستحمل كمان نجيب له حاجات فيها شك. الحالات الواضحه النهارده كانت كتيره. لا دي اخر حاله معانا دي ولا في حاجه ثانيه؟ ماشي. لا في بقى المساعد الحكم الثاني بقى لسه مساعد الحكم الثاني لسه يعني مش هيبقى لوحده. لا الطقم كله بقى سمير هنعمل ايه؟ عشان برضو ياخد حقه يعني في الثاني كده هنلعب. بص دي مش اوف سايد ليه؟ بص اللي هناك، اللي هناك مغطيين برافو عليك اللي عند الخط وسهله. انت عارف اسهل تسلل اما تلاقي المدافع واقف على الخط بالظبط، بيسهل على المساعد. لو فتحنا الكاميرا هتلاقي بقى المساعد واقف في حته ثانيه، هات كده واقف في حته بعيده. طبعا هيكون مسابق، لازم يكون مسابق. لازم يكون مسابق. شاف وليد سليمان لا لوحده بقى فرفع اللي بعد كده. فطبعا هو الطقم النهارده بصراحه يعني اتمنى له ان شاء الله يحول يعني يظبط المستوى شويه. بس خلينا نتكلم معاك بجد بقى في النقطه دي، لان احنا من الصبح لكن هي الماتش قدامنا كده. ولكن وبعدين يا كابتن ما احنا عندنا ماتش بعد كده في دور ال 16، او عندنا مباريات في دور ال 16، عندنا مباريات في دور الثمانيه ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني بعد دور ال 16 مباريات في دور الثمانيه. جمهور النادي الاهلي النهارده ممكن ايه، او انا مثلا النهارده تلاقيني ايه واخد الموضوع ايه، كسبته خلاص كسبت الحمد لله ورحت دور ثاني ولكن في النهايه انا أربعة اوفسايد، والاربعه ممكن يجي منهم اجوان. طبعا وضرب الجزاء صحيحه 100%. تمام. الى متى سيظل التحكيم الافريقي بهذا الشكل يا كابتن؟ بص عشان اكون صريح معاك، من الدور اللي بعده هتلاقي في حكام مختلفه. انت عارف حضرتك الحكام متصنفين كاتيجوري A وبي وسي. هي في دي في دي بس هي مشكله النهارده الحكم ده من ضمن حكام الايه؟ لا بس مش هتشوف. والله ما هو ده لعب، ده لعب ماتشين في افريقيا، لعب السنه دي. احنا لو نفتكر الناس اللي بتتفرج علينا يخشوا على النت دلوقتي، الكاميرون ونيجيريا ومالي وتونس، يعني لو افتكرنا بس الحمد لله عدت. بس دي هتلاقي الماتشات اللي في الاخر مثلا اللي هي الثالثه والفرقتين طالعين بالظبط كده. فايه بس اللي انا متاكد منه لجنه حكام في الاتحاد الافريقي، لا بتشوف بقى في حكام بقى ايه حتى في التصنيف الاي كاتيجوري ايه برضو دول متصنفين حكم ممتاز، حكم فوق الممتاز، حكم يعني جيد جدا. لا هتشوف ناس تانية بصراحه يعني ان شاء الله. اتمنى لا 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 اكيد باذن الله، عشان هم لازم ينجحوا. جمهور الاهلي مش هيتحمل اللي بيحصل ده بصراحه، ان احنا في ماتش واحد يعني اربع كرات اوفسايد يا كابتن، الاربعه مش اوفسايد. الاربعه مش اوفسايد، مش واحده مثلا ولا اثنين، الاربع كرات مش اوفسايد وضرب الجزاء يعني مش محتاجه تحليل، مش محتاجه حد يتكلم فيها يعني. بالظبط. بس احنا عرفنا بالارقام اللي هي 13 سنه 13 سنه حسب ضربه جزاء واحده، فخلاص فشيء طبيعي يعني. كان بس ممكن دي تبقى الثانيه، فتلاقي رصيده برضه اختلف شويه يعني.
صحيح. بس ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله باذن الله يعني، ونشوف مستوى تحكيمي افضل باذن الله. ربنا يكرم ان شاء الله ويبقى المستوى التحكيمي افضل، لانه المباريات القادمه ما فيهاش بقى، لان الاسماء حتى الفرق اللي صعدت لدور الثمانيه يا كابتن سمير اسماء كبيره. وانا باكد والله يا كابتن اسلام الطقم ده فعلا مش هشوفه الادوار اللي بعد كده. ده مش هتشوفه طقم ولا في مصر ولا في تونس ولا المغرب والجزائر، هو ده بيبقى السقف بتاعه الدور 32 وشكرا. شكرا. تروح بقى الكونفدراليه يلعب في الدور 32، نقابله بقى امتى؟ السنه الجايه بقى ان شاء الله. السنه الجايه في نفس الادوار دي والله مش هيخرج على الحته دي اخره يعني، اخره يلعب في البطوله يبقى اول ماتش مثلا هو الخفيف اللي ما فيهوش مشاكل. انما ان شاء الله يبقى يعني وهو عنده 41 سنه ان شاء الله ليه مستقبل اربع سنين ان شاء الله يعمل مباراه افضل يعني باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير. النهارده ما كانش فيه معارك ولا حاجه، المعارك المعارك قادمه. انا برضو قلت فيه اللي حصل ده احنا لسه ما ابتديناش النهارده. لا بس كنا بنشوق الناس انها تقعد معانا ومع حضرتك دايما عشان نستفيد منك يعني. شرف ليا. شكرا. ربنا يخليك يا كابتن سمير على وجودك معانا. الله يكرمك. شكرا جزيلا للكبير الكابتن سمير عثمان. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهارده مباراه دور ال 32 انتهت بفوز النادي الاهلي وصعوده الى دور ال 16 بعد فوزه على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه برباعيه مقابل لا شيء، والمباراه الاولى انتهت بهدفين مقابل لا شيء. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، الف مبروك الاداء، الف مبروك مكاسب هذه المباراه، ان شاء الله يكمل النادي الاهلي بهذا المستوى وبهذا الشكل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعه 11 وحلقه جديده من ملعب الاهلي.